السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناة الشبراوي فون، وإن شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. أول حاجة أنا بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا إحنا بقالنا فترة كبيرة ما عملناش فيديوهات، بس بسبب إن إحنا كان عندنا انشغال في الشغل بتاعنا، فما كانش في إمكانية إن أنا أقدر أصور فيديوهات. فإن شاء الله يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم ويكون فيديو موفق إن شاء الله. النهارده طبعا احنا هنتكلم عن وعد نوكيا لكل العملاء. نوكيا وعدت العملاء كلها ان كل الاجهزه بتاعتها ليها تحديثات وليها تحديثات امنيه لمده سنتين. فطبعا نوكيا اي وعد هي بتوعده لكل العملاء بتوفي بيه. طبعا نزلت بادج على الجهاز اهو لكل الاجهزه اللي هي نازله جديده، ان هي في تضمن التحديثات. وعلى فكره قبل كده برضو كانت نوكيا بتضمن التحديثات، يعني كل التحديثات اللي كانت في نوكيا 3، نوكيا 3 ونوكيا 2، كان كل الاجهزه اتحدثت. يعني انا بالفعل فعلا الاجهزه كانت معايا وحدثتها، وكانت في الاجهزه ما كانش فيها البصمه، بصمه الوجه، ونزلت لها بصمه الوجه يعني. فاحنا نبقى مطمنين واحنا بنشتري جهاز النوكيا ان اي وعد نوكيا بتوعده لنا دايما هي بتحب العملاء بتوعها وبتوفي كل الوعود اللي بتقدمها للعملاء. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايبين لكم جهاز جديد من شركه نوكيا، نوكيا 1 بلس. وهنبتدي نستعرض الجهاز كده في فيديو سريع. بالنسبه للشاشه، الشاشه 5.5 بوصه اتش دي. بالنسبه لاضاءه الشاشه، الشاشه طبعا اضاءتها كويسه، مش وحشه زي ما احنا شايفين في الفيديو. بالنسبه للجهاز، فيه كاميرا خلفيه 8 ميجا بكسل بفلاش، في فلاش هنا خلفي. وبالنسبة للكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل. بالنسبة للجهاز، الجهاز بتاعه رام 1 والذاكرة الداخلية 8 جيجا. الشركة حبت تضاعف المساحة للمستخدمين فحطت كارت ميموري 16 جيجا. طبعا لو احنا حبينا ندمج اي كارت ميموري مع في جهاز نوكيا، في خاصيه في اجهزه نوكيا دمج الكارت يبقى ذاكره اساسيه، بس احنا لازم نجيب كارت كويس جدا، يعني ما نسترخصش ونجيب كارت رخيص، لا لازم نجيب كارت ميموري يكون ذات نوعيه كويسه جدا يعني، عشان يبتدي عمليه الدمج نحس بيها والجهاز ما يتقلش. عشان ممكن لو احنا حطينا كارت رديء واحنا بنستخدمه وعملنا عمليه الدمج الجهاز يبقى تقيل معانا، نقول ان الجهاز وحش. فهو الجهاز كمان الاندرويد بتاعه 9 بنظام تشغيل جو عشان يبقى خفيف شويه، يبقى زي اللايت كده، ما يبقاش كل العناصر موجوده. ممكن لو احنا حابين ننزل عناصر زياده بننزلها من على المتجر ومفيش اي مشكله. بالنسبه للبطاريه بتاعه الجهاز 2500 ملي امبير. بالنسبه للناس اللي بتحبش تستخدم شريحتين، الجهاز بنحط له شريحتين نانو. بالنسبه للجهاز بيجي في الوان اسود، الظهر بتاعه اسود واحمر وازرق. بالنسبه للملمس بتاع الظهر خشن، الملمس بتاعه خشن، يعني انت لو حطيت ايدك كده او بيعمل خرفشه ده ايه خشن. وده يعتبر شرح بسيط للجهاز، وبنشكركم ان شاء الله على مشاهده الفيديو. وما تنسوش بقى تدعموا القناة بلايك وشير، ولو ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله كل الفيديوهات الجديدة توصلك. وان شاء الله احنا في الايام الجاية يبقى فيه شوية فيديوهات جديدة. وشكرا ليكم وربنا يكرمكم ان شاء الله.